بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين طه الحبيب الأمين وعلى آله الطاهرين المعصومين. نستمر بمحاضرتنا الفيديوية السابعة بجزئها الرابع. وصلنا إلى الأسلوب الثاني لتصميم الأسس وهو Non-Uniform Pressure Under Foundation. بالأسلوب الأول خلينا لقينا مركز محصلة القوى وخلينا الأساس مركزه ينطبق مع مركز محصلة القوى، وهو أسلوب بالواقع العملي مثل ما قلنا أفضل، إلا أنه يحتاج إلى حسابات أتعب نفسي شوية أكثر. الأسلوب الثاني لا أقول مركز الأساس ينطبق مع مركز العمود، قد تطلع الإجهادات غير منتظمة، فهو حقيقة center of column coincide with center of foundation، مركز العمود لا ينطبق ويا مركز الأساس، ما له علاقة بمحصلة القوة، ما خليها تقع في مركز الأساس. بهيج حالة لما محصلة القوة ما تقع في مركز الأساس لا يتولد لعزم إضافي على الأساس، يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار. لذلك تشتغل المعادلة التالية: سيجما يساوينا B over A plus minus MY over I. تذكرون أنتم بمحاضرات الثانية بالمقاومة، إذا أجاني عزم على عتب، على cross section مع العتب بالإضافة إلى الأكسيال لوت على العتب، فندخل نقول نتيجة هذا العزم الانثناء لا تتولد إجهادات، وعادة كان البيم مالتي من يجي عليه عزم مثلا موجب يتكون فوق كومبرشن جوه تنشن، لذلك بلس ماينس. نفس الشيء كأنما هو البيم ولكن مقلوب إلى بشكل شاقولي بحيث يكون على شكل أساس. فنفس المبدأ نقول بما أنه محصلة القوى لا تنطبق مع مركز الأساس، هذه مهمة، هذا التعريف مهم. إذا كانت محصلة القوى لا تنطبق مع مركز الأساس نستخدم المعادلة التالية، ندخل العزم، تأثير العزم، فالـ Q allowable تساوي B over A اللي هي سيجما كنا نصيح لها سابقا بالثاني مقاومة plus minus MY over I. أنا عرفت أنه أدي أساس مربع مترتين واربعين في مترتين واربعين، لذلك لنفترض هو هذا الأساس مترتين واربعين ولا ينطبق مع مركز العمود، أحتاج أحسب مالت الآي، أحتاج أحسب الواي عن التعريفات. بما أنه الدوران ده يكون حول هذا المحور فأطلع الآي مال هذا المحور اللي هو بي اتش كيوب على 12، وبما أنه حاليا هو مربع ما لا تفرق، لذلك 2.4 بالنسبة للآي 2.4 البي والاتش هي من 2.4 فبي أس 4 على 12. الواي هو أقصى بعد، يعني إذا أطلع أقصى إجهاد عند الحافات فأقصى بعد للكومبرشن والتنشن، وحاليا بما أنه البي مترتين واربعين على 2 متر وعشرين، أعوض الكيو ألاوبل تطلع لي 50 مطياني في متن سرعة 50، البي أعوضها السيرفس الأريا بي سكوير. طبعا أنا ضربت لك قبل شوية مثل على أساس أنه هي مترتين واربعين في مترتين واربعين بس للتوضيح، وبما أنه أنا حاليا دا أصمم بالطريقة الثانية ما أدري قد هو أبعاد الأساس المربع، ولكن للتوضيح فقط. فإذا أقول Q allowable معلومة، B معلومة، الأريا مجهولة B تربيع، الواي مجهول B على 2، أعوض B على 2، الأم معلوم surface. أقول أدي معادلة من الدرجة الثالثة تنحل بالتراي أند إرار، حاليا عندك محاسبة تقدر تطلعها مباشرة. التراي أند إرار أفضل أسوي طرفين، طرف أيسر وطرف أيمن،
لو اجي افرض قيمة للطرف الايسر ابتدائية ايا كانت، نفرضنا انه البي 3 متر، لما نعوض بالطرف الايسر الجي الليفت سايد يطلع لي 1350، الرايت سايد يطلع 1028، الفرق 321. برا ما صارت 3 اعوض اما اكثر او اقل، لان ما ادري ايهما صح. هنا فرضا لان عوض 2.5، لقينا الطرف الايسر 781، الايمن 885. ده تلاحظ انه انقلب الموضوع، كان الايسر اعلى من الايمن، هنا صار الايمن اعلى من الايسر. بما هاي النقلة معناها انه القيمة الحقيقية اللي تخلي الطرف الايسر يساوي الطرف الايمن بيناتهم، لان انقلب الموضوع، من كان الدفرنس موجب صار سالب. فاجي شوية اغطي قيمة ما بين الاثنين ونص والثلاثة، حطيت 1.62 متر، بقت القيمة اليمين أعلى من اليسار، إذا أنا بالاتجاه الصح أستمر أزيد بعد شوية لأن الفرق قل، سويتها 1.65 متر، انقلب الأيسر أعلى من الأيمن، إذا هي ما بين 1.62 متر و1.65 متر، وعادة أنا أقرب إلى أقرب 5 سنتيمات للأعلى فأختار بي يساوينا 1.65 متر. إذا طلع لي مقدار عرض الأساس، وبما أنه مربع فهو 1.65 متر في 1.65 متر، أريا تربيع تطلع، الواي تطلع، الآي تطلع، أعوض أطلع لي كيو مينيمم وأطلع لي كيو ماكسيمم. إذا تلاحظ بما أنه العزم هذا اتجاهه اللي هو كلوك وايز، فالعزم هنا لا يضغط أيضا، القوة تضغط على كل الأساس القوة المركزية، ولكن العزم يضغط على الجزء الأيمن ويرفع من الجزء الايسر، فالكيو ماكسيموم اللي عصير عندي هنا والكيو مينيموم اللي عصير على الايسر، هاي كيو ماكسيموم وهاي كيو مينيموم، ثبتتها مثل ما طلع لي الكيو ماكسيموم والكيو مينيموم، طلع مقدار الكيو مينيموم 31 والكيو ماكسيموم ده تلاحظ انه الكيو ماكسيموم اللي هي 49 هي تقريبا 50، وهي اقصى تحمل للتربة، كيو سيرفيس ماكسيموم، لان انا ما اقدر اتجاوز. اول شيء رد فعل التربة غير منتظم اسفل الاساس، واقصى قيمة له عند اليمين، حيث يجتمع تأثير القوة كومبرشن والعزم كومبرشن. وده تلاحظ انه الاساس منطبق مع العمود، مركز الاساس منطبق مع العمود، وبما انه مركز الاساس منطبق مع العمود وغير منطبق مع المحصلة يشتغل العزم الخارجي. هنا أنا أريد أنبه على مسألة، هذا العزم اللي استخدمناه بالمعادلة أخوان هو العزم نتيجة عدم التمركزية، نتيجة عدم التمركزية هنا، لأنه عمود واحد وقوة واحدة وعزم واحد، فالعزم الخارجي المسلط هو نفس عزم نتيجة عدم التمركزية، ولكن إذا أكثر من عمودين كود نطلع مكان المحصلة وشقد تبتعد عن مركز الأساس ونضرب في المحصلة في مقدار الإكسنترستي يطلع لي العزم. أما هنا لأنه صدفة عمود واحد عزم واحد قوة محورية واحدة، فالعزم الخارجي هو نفس العزم الناتج عن عدم التمركزية. على كل حال بعد ما طلعت الكيو سيرفس أحولها إلى كيو ألتيميت بوحدات لم تزل برجر، أحولها إلى بوحدات حمل أضرب في عرض الأساس، ثم أجد الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام. تفاصيل الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام عليك التماخذها، ولكن من الأمور المهمة أنه لازم نجد ذني الأبعاد X1 X2 X3، وهذا الأمر أنا سويته لك هنا، هو عبارة عن تشابه مثلثات تقدر تستفاد من اللي مطياك بالمحاضرة. أريد أنبه على التالي، انتبه لي، في المثال الأول بالطريقة الأولى للحل طلع أبعاد الأساس 1.42 متر في 1.42 متر، تمام؟ خلنا نرجع نشيك، بالطريقة الأولى طلعت الأريا، وين الأريا بالطريقة الأولى؟ طلعت 75، اخترناها 2.4،
هي طلعت 2.39 2.4 في 2.4. لو تلاحظ بالطريقة الأولى أبعاد الأساس أصغر من الطريقة الثانية، حيث بالطريقة الثانية طلعت 2.65 2.65 تربيعها 7، بينما 2.4 تربيعها تقريبا 5.7. فإذا الطريقة الأولى أكثر اقتصادية، ليش؟ لأن دا أستغل كل طاقة التربة كلها أحملها 50، فالطريقة الأولى أكثر فائدة اقتصادية وأفضل من الناحية الإنشائية. الطريقة الثانية أسهل بالواقع العملي، ليش؟ لأن المركز الأساسي ينطبق مع مركز العمود، فالتسقيط مالته كل سهل يكون، بينما الطريقة الثانية العطار أزحف، وهذا التزحيف يراد لدقة أثناء تسقيط الأساس إضافة إلى الحسابات اليدوية اللي طرقتها لك. لهنا انتهى الجزء الرابع من المحاضرة الفيديوية السابعة. أسأل الله لكم التوفيق، استغلوا وقتكم طلبتي، عمود ما تتراكم عليكم المواد، وإن شاء الله يوم الخميس على اتفاقنا الكوز عند الساعة 9 مساء. في أمان الله وحفظه.